صندوق ام نائب ام رئيس؟ امين صندوق ان شاء الله. امين صندوق مستقل. كيف ترى المنافسه هذه المره في الانتخابات؟ هي منافسه شريفه، كلنا ولاد نادي الزمالك، احنا جايين كلنا نخدم نادي الزمالك. نادي الزمالك ليه فضل علينا كلنا، اللي يكسب نقول له الف مبروك، اللي يكسب نقول له هارد لك. اخدم نادي الزمالك تحت اي بند، كلنا جايين بنحب حب نادي الزمالك، احنا اولاد نادي الزمالك. بس تحب توعي جمهور نادي الزمالك بحاجه؟ تحب توعي جمهور نادي الزمالك بحاجه بخصوص ازمه القيد اللي بيعاني منها نادي الزمالك حاليا؟ ان شاء الله كلنا نتكاتف لصالح نادي الزمالك بغض النظر مين بره مين جوه، مين ينجح مين ما ينجحش، كلنا بنحب ونعشق تراب هذا النادي. المنافسه زي المره اللي شايفها صعبه ولا سهله ولا سهله؟ ما يهمنيش المنافسه بقدر ما يهمني ان الانتخابات تخرج في نادي الزمالك بشكل يليق بنادي الزمالك، بشكل مشرف لنادي الزمالك، احد اكبر قلاعي الرياضه في مصر والوطن العربي وافريقيا. تقول لي يا جماعه عمرها اقول لهم جميلكم فوق راسي، خدتوني تحت السن وكان ليا شرف، خدتوني فوق السن وكان ليا شرف، خدتوني امين صندوق الدوره اللي فاتت وليا الشرف، ده وسام على صدري، سواء تم استكمال مسيرتي ليا الشرف. انا بشكركم، ربنا ما وفقنيش ووفق الاصلح لنادي الزمالك، بشكركم. جمال عمويه فوق راسي. كلمه من جمهور نادي الزمالك. الاعتراضات اللي لقت ترشح حضرتك، بشكر كل له وجهه نظر فوق راسي من فوق. كلمه لجمهور نادي الزمالك. يا رب يا رب يا رب ان احنا ندي لجمهور نادي الزمالك واحد من اللي ادانا جمهور نادي الزمالك. هل ممكن تنضم للقائمة خلال الساعات المقبلة ولا خلاص؟ كل حاجة واردة، واتمنى يا رب التوفيق للجميع.